سيدنا الفقراء راه ان شاء الله باش نتهيئوا للعشاء باش يتعشاو الفقراء والفقيرات. وغيدا هاد المرة هادي نجربو نديرو الجمعة قبل العشاء. ما عرف داش إلا هو صالح أن استعمل هذه الكيفية باش يكون الجمع يسبق العشاء. صالح الحمد لله وشكر الله إلا كل فقراء الفقيرات موافقين عليه نسيروا على هذه السيرة إن شاء الله في الاحتفالات المقبلة. ولكن ربما بعض الفقراء يقول يا ودي رانا قلدنا شويه من الجمع كنا ما جبناش الذكر الاسم العظم رانا ما جبناش العباره. خاطر اللي هو له الحسن والقلب الحي الله راس رفض والحمد لله وشكر لله لأن بالنظرة يشفي من الإسقاط ونرى في بعضنا بعض. هذا الإنسان إذا كان شاف بعين كلا وتعلمون علم اليقين لا ترون لا ترون الجحيم عين اليقين ثم لا ترونها عين اليقين كلا المتعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. إذا شفناها بهذا العين الباطن عين اليقين لنا الحمد لله وشكر الله بشرى لنا واللي مازال ما لحقش هذه الدرجة يعرف أن يعني القناعة في الله حرمان ما تجيبش تعمل شيء الشيخ كيف يقول فيها من ليش شهد مولاه يا رب الله يراه عاشي النظر راح بشعر ودن إليها في الله الحمد تصوف موش شعوذة هل لي هل تحقيق واللي أتوا به منذ زمانهم إلى يومنا هذا أتوا به على يقين أنه هو مخ الأمة هو مخ الأمة غاتها في كل وقت كل زمان وهذا باش نثبتوه إن شاء الله نثبتوه بالحجة والبيان الله في تاريخ الأمة الإسلامية أن أهل الله نحن فصلناهم عن المجتمع الإسلامي والمجتمع الإنساني لا بد علينا اليوم أن يرجعوا إلى ما هم أهل الله غلط الأمة كانوا لا من علم الحقيقة أو علم الشريعة أو العلوم يعني جامع العلوم درسوها حقوها وقاموا بحقها ولقحوها عند أهلهم في زمنهم. حنا غلطنا حنا سينا ما فصلنا وجا وقت الجمع وجا وقت التوحيد باش نوحدوا الشباب الحاضر معنا والشباب نتاع الغد سيحضر ان شاء الله بنا 35 سنة يزيد يثبت ويحقق هذاك الشيء ويغيث به الأمة. فقير العلوي
إلى ذكر يذكر على لسان الخلائق ماشي لسانه أو لسان الحزب أو طائفته يذكر على لسان الخلائق المخلوقات منها الإنس والجن وكل ما خلق رسول سليمان كان يسرى إلى النبل يسمع النبل كلمات النبل ويعطيها حقها ويغيثها سيدنا داود وعلمناه منطق الطير طيور كانت كذلك شكون منا عندنا من الفقراء اللي مازال عنده لغة الطيور ملكي بدل الرياضيات خصنا نديرو العلوم الأخرى هل كاين علاقة ما بين الروحيات والمسائل الدنيوية ما بين الظاهر والباطن شكون يدير هاد العلاقة شكون يعاودي هي واحد إله التوحيد ما يقدرش باش واحد اخرين ما يقدرلهاش الغلب أو الإنسانية راه ماشية لهداك بل الأمانة هذه اللي خلاوها الناس يدنا راهي بين يد كل واحد منكم وخاصة الشباب خصهم يقوموا ينوضوا يعملوا ونحضروا يوم بعد يوم عام بعد عام إن شاء الله ما ينفع الأمة ما يصلح ذات الأمة لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا 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 في العالم كله لا العالم الإسلامي ولا غير العالم الإسلامي وما أرسلنا كينا رحمة للعالمين العالمين خصها تصدق ويدق كل واحد ويقول راني نحس الرحمة المحمدية ويعرف الأصل الضحامي جات بلا تكليف بلا إكراه بل أعطيه الحجة والبيانة والدليل رانا نقول الدليل عندنا حجة قاطعة 193 دولار قبلت المشروع نتاع عن الطريق ما كناش مخبيين ما كناش نتخباو قلنا شكون حنا عيسى بهي معروفة واش هاديك الكلمة عيسى شنو واش المعنى نتاعها مؤسسة غير الحكومية عيسى ماذا اش تدل على مد تدل على ولا خصنا نزيدوا الأمام لا خصنا نزيدوا لا خدمة بزالت ونزيدوا إلى كنا متوحدين إن فمن ضعفين لنا جميع القوة إلا توحدنا الضعف نتاعنا يرجع قوة البارح بلا جمع سيدي ربيع السلام كل سنة يجي الإنسان يعمر هذوك الحرب الروحية هذي يعمر الباطن نتاعو يعمر باش يمشي بقوة وبعزم كما كانت تقول هذيك هي راك كل واحد من الفقراء سفير يمثل هي قالت يمثل شيخو راح يمشي مثل أهل السلسلة كاملة بديش غير أنا راح على كتفه كامل أهل السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يمثل
لا غير لا سهلة ولكن إبراهيم كله عن قبل عن رجال الصالحين جوج يقولوا احنا منهم وحنا نعكسوا الشيء اللي يقولوا الشيء اللي يعملوا به والعصايا اللي داروها والخصايا اللي كانت فيهم قدم فقراء راهم رجعوا وخصنا الاشياء داك تاعيا ما نقول ولكن البطل تاعي خصو يتحكوا ولا لا سمعتوا الفقراء معليش هذا مثل ليش عقبال يتعب حتى تصبحوا احنا نجيبها